بين افضل 10 لاعبين بالدوري الياباني، وايضا افضل لاعب في سنه 2008. هذه كره فيها هدف اول لصالح المنتخب الياباني. وزيدي يا جراح، وزيدي يا جراح، المنتخب الياباني يسجل اول اهدافه. زيدي يا جراح، وجروح الجماهير السعودي مهيله الان في هذه المباراه، زادت الجروح وتفاقمت ولا زالت تستمر. منتخب السعودي بلا روح وجمهوره يتلقى مزيد من الجروح. هذا الهدف الاول الان لصالح المنتخب الياباني، يسجل اول اهداف المباراه بكره ملعوبه ممتازه. بعد ذلك تعامل سليم مع الكره الماضيه، ايداع الكره في الشباك من اوكازاكي. اوكازاكي ينجح في الوصول للهدف الاول لمصلحه المنتخب الياباني. هدف اول من جانب اوكازاكي.